يقول ربنا جل وعلا في كتابه العزيز: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. من هنا أحبتي في الله نعيش سويا. لماذا سمي يوم الشهيد بهذا الاسم؟ يوم الشهيد هو يوم التاسع من شهر مارس من كل عام تحتفل به جمهورية مصر العربية. في هذا التاريخ عام 1969 استشهد فيه رجل كان يقود القوات المسلحة وكان قائد أركان القوات المسلحة، محمد عبد المنعم محمد رياض عبد الله من طنطا محافظة الغربية، حيث ولد هذا الرجل المبارز الذي ضحى بحياته من أجل هذا الوطن في 22 من شهر أكتوبر، وانتقل إلى رحمة الله في 9 من شهر مارس. عاش 49 عاماً، كل العمر بتاعه 49 سنة، وشارك في حرب 48 والعدوان الثلاثي على مصر في 56، وشارك أرض أيضاً في الحرب العالمية الثانية في عام 41 و42، وشارك في حروب الاستنزاف وفي حرب 67، أي شارك في عدة من الحروب. وفي 9 من مارس عام 1969 ذهب ليتفقد القوات على الجبهة، فأصابته دانة على يد العدو الصهيوني، فانتقل على إثرها شهيدا إلى الله جل وعلا، وظلت ذكراه مخلدة، وخلد يوم الشهيد باستشهاد محمد عبد المنعم محمد رياض عبد الله.